نوح عليه السلام كان يدعو إلى التوحيد إلى ما ذكرت لك أغرقهم الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك كل أمة ربنا برسل الله شنو؟ ربنا برسل الله رسول. أي أمة؟ ربنا برسل الله رسول لما يحصل مشكلة شنو في التوحيد؟ بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قومه واحد اسمه عمرو ابن لحي الخزاعي، ده جاب الأصنام في مكة، جاب الأصنام، جلب الأصنام إلى مكة. في الأول لما ما كان في إنكار لهذه الأصنام، شوف مجرد ما وقف إنكارا منكر طوالب ينتشر الباطل بأنواعه. الناس وما يتكلموا في التوحيد ويتكلموا في الشرك، شنو يا اخواننا؟ طوال الشرك بينتشر. قالوا ما ممكن احنا نعبد الاصنام دي اصلا، ما ممكن. لغايه ما مر عليهم الزمان بقى في بيت اي واحد في شنو؟ في صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فمكث فيهم النبي عليه الصلاه والسلام 23 سنه يدعوهم الى التوحيد، إلى آخر أنفاس، آخر نفس من أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم في التوحيد ويبين للناس شنو الحق من الباطل. قال لعنة الله، آخر كلام كان بيقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم شنو مساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام التوحيد صلى الله عليه وسلم وقام على الشرك وانتشر الخير في العالم. جاء في القرن الثالث، القرن الثالث واحد من تلاميذ الحسن البصري كويس مرق براو، قال دار البس له صوف براو كده، قال بلغنا أن عيسى كان يلبس الصوف. انت يا زور رسل لك عيسى ولا رسول لك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما ده سؤال. براو لبس له صوف، بعد شويه في دلاليك زي حميره بتاع الحمامات براو كويس، بيقوا اثنين ثلاثه اربعه، بيقوا كميه ناس لابسين لهم صوف، قالوا ما دارين الجلاليب السمحه دي زهودا فيها الاوضه، ما زهود وانت قال زهود كده لبس الكلام ده. الجماعه سماهم صوفيه شنو؟ نسبة شنو؟ للباس الصوف. لكن الليلة يا اخواننا، فبعد ذلك بدأ شنو؟ بدأ الضلال يتسع. بدأ شنو؟ بدأ الضلال يتسع كما ذكر شيخ الاسلام، قال البدعة، قال تبدأ شبرا، البدعة دي تكون شبر، قال ثم تكون في الاتباع ذراعا، ثم تصير شنو؟ باعا، تصير شيئا كثيرا. بعد شوية زي يبتعد يبتعد، كل مرة إنسان يبتدع لغاية ما يصل مرحلة الزندقة في الله سبحانه وتعالى، زي ما الصوفية دي كويس معاك. والآن في ناس كتار جدا بيقول لك الصوفية دخلوا الإسلام وين؟ في السودان. ولك الصوفية دخلوا الإسلام في السودان، والكلام ده كذب. البراءة جاينه، انت بس اصبر شوية كده، البراء جاينه، براء ده ما دلوك زي كده. طيب دل بعد أكبر انتشر الشرك بالله عز وجل، بيغشوك الصوفية بقول لك ان احنا جبنا الاسلام في السودان كويس معاك. الاسلام في السودان يا اخواننا لمن لا يعرف ذلك، دخلوا صحابة، صحابة دخلوا الاسلام في السودان هنا في سنة 31 هجرية، دخلوا الاسلام في شنو؟ في البلد دي. اما الصوفيه زي ما ذكروا هم ذاتهم، الصوفيه انفسهم ذكروا في كتبهم، وده من اقوى الادله، انه التصوف جاء في السودان، جاب واحد اسمه تاج الدين البخاري، ده كان جاي من بغداد، جاب الطريقه القادريه. بعد ذاك الوباء والسرطان انتشر شنو؟ في السودان. السرطان الاسم شنو؟ الاسم الصوفيه. لقوا الناس دي السودانيين دي، لقوا هن دي المساكين وغشوهم لك عوق كواريك ودلاليك كويس معاك ونطاط، غشوا الناس الضعف، الناس المساكين
افتكروا ده الدين. فأي ظل بيقول لك انه التصوف انه التصوف هو تحفيظ القرآن او تأكل الناس الطعام او التصوف هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او التصوف هو ذكر الله، ده كذاب وما بيعرف الصوفية. عرفت كيف؟ الفكرة الصوفية يا اخواننا ما عنده اي علاقة، ما عنده اي علاقة بالكتاب ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اصلا ما عنده. عرفت الحاصل؟ ما عنده اطلاقا لا بالكتاب ولا بالسنة. والان الدليل على الكلام ده اكبر راس مشهور في السودان البرعي اللي بدافع عنه شيخ الحمامات ده. البرعي ده عنده كتاب، عنده كتب. البرعي ده عنده كتب ألفها براو. احنا ما قلنا لا اكتب. البرعي ده قلنا لا اكتب براو. ألف دواوين بتاع الشعر، عامل فيها شاعر. ألف كتب براو. كويس معاك؟ كتب فيها عقائد باطلة تخالف القرآن اللي بيدعوا الصوفية انهم بيحافظوه، وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيدعوا الصوفية انهم بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. الكتب دي يا اخواننا فيها من الضلالات انك تخلي الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وسواك وعدلك سبحانه وتعالى، تخلي الله وتنادي الشيخ. دي يا صوفية لو واحد سألك قال لك التصوف ده شنو؟ قول له التصوف ده عبارة عن شنو يا اخواننا؟ دعوة الى الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله لأن أي زول بيعتقد العقائد الموجودة في كتب الصوفية بيطلع برا الملة، والذي لا إله غيره. واحد منا زي ما قال البرعي قال إنا بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيله. البرعي قال لك لو جاتك مصيبة كبيرة في البلد دي، مصيبة كبيرة جات في السودان، قال لك تعمل شنو؟ قال لك قول يا إسماعيل شنو؟ الحقنا وفزانا. كلام ده ضلال ولا ما ضلال يا اخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك اساني. ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم شنو؟ لعلهم يرشدون. تسال الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ودعاء غير الله زي ما بيقولوا الصوفيه في كتبهم يقول لك بناديه وبناديهم في كل قضيه بناديهم، حيين ميتين بناديهم، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ده واحد من الضلالات. هذا الكلام اللي قال البرعي ده عنده علاقه بالاسلام؟ ما عنده علاقه. دي صوفيه. وصوفية كذلك أنك تعتقد أن الشيخ يعلم الغيب زي ما قال البرعي شيخ حمير هذا. أنت كيف؟ والله يا حمير هذا دار دي كلام. أنا إحنا دار روحنا طويلة خلاص. شفت هذا دي كلام؟ روحنا دي طويلة طول جد. والله شفتها لما تموت. يعني كانوا شغالين بالشغلة دي. شفت البلد دي الصوفية لو انتهوا جد بقى لا في حميدة لا في داك انتهوا. طب برضه حنتكلم لك في الصوفية. انت عارف الكلام ده؟ برضه بنتكلم نقول لك كان في صوفية بقولوا. تعرف ليه؟ عشان تاني ما يجوا صوفية. لأنه ربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فرعون. شوف فرعون سنة كم؟ لكن أخبره إنه في ذول اسمه فرعون وقال كده وقال كده وقال كده. عرفت الحاصل؟ ما عم نخليك. أصل طريقة تفكك مننا ما في. عرفت الحاصل؟ والواد حماده ده ازال ما اجر يا اخوانا، ازال شنو يا جماعه؟ ازال ما اجر. تعالوا زول ما اجر، زول ما اجرنه شغال بالشغله دي. الصوفيه عارفين زول ده لا عنده كرعين لا عنده اثنين قنبين، تب مكسر زول ده انتهى. والله انا مشيت محلات كثيره في السودان ده، مشيت محله في الخلا هناك اشترك تركب من عطبره 6 ساعات. مشيت هناك لقيت مناظرة حميرة شغل حمامات دي شغالة. والله إلا لا غيره. عرفت الحاصل؟ مشيت أي محل في السودان ده لفينا لقيت ناس حضروا جغم حميدة بتاع الحمامات.
من المحل دينا أزال الله ربنا زلوا ربت كيف ربنا زلوا لأنه زاد داري حارب الله داري حارب شنو داري حارب دعوة الله والله ما بخليك والله الله يبتليك بمرض شفت كيف يا حمانة والله تعامل الله ما بريحك إن شاء الله تبارك وتعالى ربت كيف وأعرف وأعلم تماما إنه في ناس كتار الليلة بيدعو عليك إن ربنا ينجمك كويس معك ربنا منجمك في الدنيا دي قبل الآخرة إذا أنت بقيت على الكلام ده فالتصوف يا أخواننا ليس له علاقة يا جماعة شنو بالكتاب ولا بالسنة أصلا إذا سألك الصوفية يا شنو دي الصوفية تشرب موت الحمام بتاع الشيخ عندنا في البلد هناك بلدنا هناك الشيخ بتاع الخدمية بيستحمى والله يستحمى يشيل موت الحمام في طشط المرأة دارة تلد بدو لك فنجالين والله العظيم دي هذه الصوفية تشرب موت الحمام والله عندنا واحد هناك في بلدنا هناك ده بلبع النسوان والله قد بلبع الحريم النسوان ده بلبعين كويس معك لبع عديل قاعد ساق لك ريز زول تقر كده ما عنده علاقة بينه اللي عنده دقن ليش لكن رجع على ساي ساق له حريم قال له ماشي مشوار وداهم ما سكن فيه قال له لا تجي تشوف الشيخ ده قال جيت عاينته لقيت لك الدلوكة ده بيمسك المرأة من راسه كده تدخل في كرعين وكده يدي لك المرأة لبع اللب الله يلا دراعي ويفكى يقول لها خلاص بقيتي كويسة ده دين يا اخوانا زاد بلبع الحريم ده الدين عند الصوفية كلام كثير جدا جدا في كتب الصوفية تقرأ كتبهم دي الكرامات زول يزني الزنا الواحد ده زول يزني يسجلها لك في الكتاب بتاع الكرامات موجود في كتبهم واحد تاني زي ما قال الشيخ العريان موجود في الكتاب ده دي هذه الصوفية اللي تقف يا اخواننا دي التصوف اما كون يا اخواننا زول نحن ما مشكلتنا مع الناس زول زول يحفظ القرآن تحفيظ القرآن ده موضوع براو كويس معاك وكونه تطعيم الطعام ده موضوع لكن تعرف انه الزول يا اخواننا لو اشرك بالله تاني ما عنده ايش ربنا قال ان اشركت لا يحبطن شنو عملك ولا تكونن من الخاسرين زول اشرك بالله خلاص زول اشرك بالله لو حفظ قرآن لو اكل الطعام ما عنده شيء قل لا اول حاجه شيخك ده بياكل الناس هاي ما مختلفين معه في الكلام ده كونه اكل الناس صلى على النبي حفظ الناس القران هاي ده خليه بجنبه العقيده بتاع الشيخ ده شنو عقيدته في الله كيف بيعتقد في الناس الميتين هاي ده سقط تماما ما عنده شيء شوف عم النبي عليه الصلاه والسلام عم الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحمي النبي عليه الصلاه والسلام يعني اخواننا انسان كان بيحمي افضل انسان خلقه الله افضل انسان خلقه الله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحميه من المشركين وقال تالله قال لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا قال لا والله ما يصلوك الا ان اموت في الوقت دي عرفت كيف لما مات علي بن ابي طالب كما جاء في سنن ابي داود حديث ده في سنن ابي داود في باب تكفين في باب تكفين شنو تكفين الكافر علي بن ابي طالب رضي الله عنه ده ابوه ابو طالب ده ابوه الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم مشى للرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم قال له ان عمك الشيخ الضال غد مات خلي بالك الكلام ده كويس عشان ما يقول لك والله ابونا الشيخ البرعي ده اكل الناس ابوك الشيخ البرعي عقيدته شنو في الله ابوك البرعي ده قال له خلي الله من هذه الشيوخ ده بس ساقط تماما ما عنده شيء ثاني انتهى خلاص لو اكل لو عمل ايش ده ما عنده حاجه فده عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمي الدعوه وعارف ان الاسلام ده هو الحق قال ولقد علمت ان دين محمد من خير اديان البريه دينا قال لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا قال والله دين ودعمنا ده دين الحق لكن انا خايف يقول الزور الكبير الشايب ده تابع الود الصغير ده الحمام يخش هنا اخوانا يخش الاسلام عرفت كيف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب له الهدايه كان يحب له الهدايه انه يهتدي لكن مات على الشرك
لما علي بن ابي طالب قال له ان عمك الشيخ الضال قد مات، قال له كلمه، قال له اذهب فواريه، قال له مش ادفنه. شوف علي بن ابي طالب قال شنو، قال له انه شنو، انه مشرك. قال له يا رسول الله ابوي ده مشرك، قال له اذهب فواريه، قال له مش ادفنه. مش دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، ناتي به جنازته كويس معك، ولا صلى عليه ولا اي حاجه، مع انه كان بيحمي الدعوه ويحمي الرساله ويحب النبي. ابو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد، ده ابو طالب ده ما نفعه ذلك من شيء. فتعلم خلاصه الكلام انك انت لو عملت اي عمل صالح اشركت بالله انت ساقط في الشريعه في الدنيا وساقط في الاخره، ما عندك اي حاجه، يوم القيامه ما عندك شيء. عرفت الخلاصه؟ خلاصه الكلام تعلم انه التصوف ليس له علاقه لا بالكتاب ولا بالسنه اطلاقا، ولا بصحابي كان صوفي، ولا بتابعي كان صوفي، ولا تابع التابعي كان صوفي، ولا تابع التابعي كان صوفي، لا مالك لا ابو حنيفه لا الشافعي لا احمد بن حنبل، شت ما كانوا صوفيه، بل كانوا يزموا صوفيه، يزموا عادل كده. والكلام كثير جدا حول هذا الامر، نفتح الفرصه ان شاء الله لاخونا الشيخ محي الدين طه، ذلك وصلي اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.